اشياء مستحيل يشوفها الا بالتصوير البطيء. ومثل ما موضح لكم شوفوا هذا الشخص ضرب هاي النفاخه بوكس بالتصوير البطيء، وهذا الشخص لزم هاي النفاخه وراح يقسمها بالنص، لكن بتقنيه التصوير البطيء مبطئين الفيديو حتى يقولوا لك شنو هي الحركه اللي راح تصدر من الجسم عند اصطدامه بجسم ثاني. فتابع الفيديو للاخير وانت راح تشوف شنو هي فائده التصوير البطيء والاشياء اللي احنا جاي نشوفها حاليا بدون التصوير البطيء والتصوير البطيء. والله انا صراحه مصدوم يعني، واريد وحاب اجرب انه هاي الافكار اسويها بالتصوير البطيء واشوف شنو اللي راح يصير. يصير مثل هذول الاجانب لو هاي التجارب فقط عندهم تقنيه قويه بالموبايل مالتهم او عندهم تقنيه بالكاميرا وجاي يصور هيك تصويرات؟